اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا للي بيتابعني لأول مرة أنا محدثكم خبير الأعشاب حسن خليفة. نتواصل معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى بالوصفات المجربة والأمينة من خلال صفحتنا على اليوتيوب خبير الأعشاب حسن خليفة واسمها جنة الأعشاب. جنة الأعشاب صفحة إن شاء الله بكون فيها كل الخير لإلكم. تتواصلوا معنا دائما ورايحين نكون معاكم. هذه بشرة مني، دائما رايحين نكون معاكم لايف، بنحدد لكم الأوقات حتى تستفيدوا من الخصائص والوصفات، خصائص الأعشاب والوصفات الأمينة والمجربة. لكن اليوم من وصفاتنا وصفات سهلة وأمينة. النساء دائما تشتكي والصبايا من النمش والكلف على الوجه والإيدين وأيضا باقي الجسم، مثل الصدر اللي تشوفوا النمش على بعض اللي تشاهدوهم من حبايبكم. فبالتالي كيف نتخلص من الكلف والنمش؟ بوصفات سهلة وأمينة ومضمونة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الاستمرار عليها لو 3 مرات بالأسبوع. إذا بنحضر الحليب البودرة، قدر فنجان حليب البودرة اللي نستخدمه، موجود بالسوبر ماركت وموجود بالصيدلية وموجود بكل بيوتنا. بنعصر عليها نصف ليمونة أو ليمونة صغيرة، بنعصرها عليها. من أسماء الليمون طبعا بالجزائر والمغرب اللي هو القارص، حتى يتابعونا الناس في كل الوطن العربي. إذا بنضع عليهم العسل قدر ملعقة، كلهم بنعجنهم مع بعض، بصير قوامها متجانس مثل الكريم. بندلك على المنطقة اللي فيها الكلف، وهذه مجربة بإذن الله سبحانه وتعالى. بنشطف الوجه أو المنطقة اللي عليها الكلف والتصبغات، فبالتالي إذا استخدمنا ماء الورد بقطنة أو فوطة صغيرة، فبالتالي رحيل نشوف النظارة ونتخلص من هذه المشكلة اللي هي التصبغات والكلف والنمش. وأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من هذه الوصفة لأنها من المجربات، وهذه الوصفة من داخل بيوتكم، ما اشتريناها، بالعكس كل موادها موجودة في البيت، إن كان الليمون والعسل والحليب البودرة. أسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من هذه الوصفة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويلا لايك على صفحتنا على اليوتيوب. اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد.